تقعد بقى طول كلامك تقول لي عبس ومش عبس. طب انا اقول لا, لا والله لا يا احمد, لا والله العظيم إيه مش عبس يعني. آه بص بص طيب. هي برضو نرجع ان مجلس الزمالك في وقتها كان غلطان ان هو ما صعدش في او فرط في حقوقه. هل الزمالك فرط في حقوقه في طبعا مسابق؟ طبعا طبعا فرط في حقوقه ساعتها, طبعا فرط في حقوقه طبعا, اكيد طيب اكيد طبعا فرط حقوق. كان وقت الدكتور كمال درويش, ما ساعتها كان الاهلي اقوى. الدكتور كمال درويش ده اللي جاب لنادي الزمالك بطولات قد كده, اجمل الناس الدكتور كمال درويش, فرط حق افضل لرؤساء انديه نادي الزمالك. لكن في النقطه دي لا, انت اصل دي مش ملكك, انت ما تفرطش او تمشي في الطرق القانونيه وفي الاخر تقول انا 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 ما نجحتش, لكن انت ما تسيبش العمليه كده. عارف يا ايمن, في لعبه اسمها رفع الاثقال,